تعالوا كده دكاترة كده نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم من الدرس الأول في الهندسة اللي بيتكلم عن حاجة اسمها مفاهيم أساسية في الدائرة أو مفاهيم على الدائرة، تمام؟ أول حاجة بس تعالوا نعرف يعني إيه الدائرة، وتعالوا نخلص يعني نلخص الدرس ده في كلام بسيط جدا جدا جدا، وهتيجي تبص هتلاقي الموضوع سهل أوي أوي أوي. أول حاجة كده تعالوا نرسم كده دايرة. طبعا احنا عارفينها كلنا نظام الدايرة، واحنا عارفين ان الدايرة ليها مركز، مركز الدايرة اللي هو مكان سن البرجل، ودي نقطة المنتصف. طبعا لو انا رسمت خط كده بيمر من عند مركز الدايرة، خلي بالك بيمر من عند مركز الدايرة، فده يا ولاد اسمه القطر. اسمه الايه؟ القطر. وده يعتبر اطول وتر في الدايرة، اطول وتر في الدايرة، اطول وتر في الدايرة يعني اطول خط، أطول وتر في الدايرة يعني أطول خط. يبقى ده القطر. وطبعا الدايرة لا عدد لا نهائي من الأقطار. لا عدد لا نهائي من الأقطار، يعني أنا ممكن أرسم القطر ده كده. ممكن أرسم كده. تمام؟ يعني ممكن أرسم كمان كده. ده قطر. ممكن كمان أرسم كده. وكده. عدد لا نهائي من الأقطار، عدد لا نهائي من الأقطار، وفي نفس الوقت القطر ده اسمه محور تماثل. محور تماثل يعني الخط اللي بيقسم الدايرة نصين، عارف أنت لما يكون مثلا قدامك بيتزا وعايزين نقسمها نصين، تقول لأخوك مثلا إيه؟ قسمة الحق، قسمة الحق، وتيجي أنت تاخد الإيه؟ الحتة الكبيرة، لا طبعا مش هينفع، فأنت تيجي بتقسمها بالنص. دي اسمها محور تماثل، يعني الخط اللي بيقسم الدايرة نصين. القطر الدايره لها عدد نهائي، العدد لا نهائي من الاقطار، الدايره لها عدد لا نهائي من الاقطار وكلها متساويه في الطول، كمان عدد لا نهائي من محاور التماثل. محاور التماثل هو الايه؟ اللي بيقسم الشكل لنصفين متطابقين. طيب نرجع تاني كده نمسح كل ده كده. طب لو انا رسمت مثلا الخط ده كده، ده اسمه نصف القطر، ده اسمه ايه؟ نصف قطر، نص القطر. واختصاره نق، واختصاره نق، يعني اول حرف من هنا اول حرف من هنا نون وقاف، يبقى نق. تمام؟ طبعا القطر قد نص القطر مرتين، القطر بيساوي 2 نق، وده طبعا كل ده اساس، يعني ده طلبه سنه خمسه بياخدوه. يبقى القطر بيساوي 2 نق، ده اسمه الوتر. ايه الوتر؟ الوتر هو الخط اللي بيمر، اللي ما بيمرش من عند مركز الدايره، هو الخط الذي لا يمر ايه من مركز الدايره، ده الوتر، ده اسمه وتر، ده اسمه وتر. اما لما يجي يقول لك اطول وتر هو القطر، اطول وتر هو القطر، القطر بيساوي 2 نق، ماشي تمام. في عندي كمان حاجه مهمه قوي 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 لازم تخلي بالك منها، ايه هي؟ احنا قلنا ان كلمه القطر ديت هي كلمه محاور التماثل اللي هي بتقسم الشكل لنصين قد بعض. طب لو افرض مثلا جبت لك نص دايره، نص دايره، هل يا ترى نص الدايره ديت هيكون برضو عندها عدد لا نهائي من الاقطار؟ لا طبعا، هو عندها او عدد لا نهائي من محاور التماثل، لا طبعا هيبقى محور تماثل واحد بس، محور تماثل واحد بس، يبقى الدايره لها محور تماثل واحد بس. تمام ماشي قشطه قوي كده، خلاص خلاص ماشي. يبقى الدايره لها محور تماثل واحد بس، والقطر بيساوي 2 نق، والدايره لها عدد نهائي من الاقطار، وانصاف الاقطار كلها متساويه في الطول برضو، والاقطار برضو كلها متساويه في الطول. طيب انا عايز افهمك حاجه، وحاجه بسيطه قوي، في حاجه اسمها، عندنا حاجه اسمها محيط الدائره، وعارفينه طبعا وعارفينه القانون، مساحة الدائرة، وهتكون أنت ناسيه. مساحة الدائرة أو محيط الدائرة القانون بتاعه 2 باي نق. 2 باي نق، وله قانون تاني باي في القطر. باي في القطر. يبقى محيط الدائرة بيقول إيه؟ 2 باي نق أو باي في القطر، تمام. طب أنا عندي مساحة الدائرة باي نق تربيع. باي نق تربيع. أو باي في نق في نق، لو أنت مثلا بتنساه باي في نق في نق. بس ما ينفعش إنك تنسى، ده أنت هتخش أولى ثانوي، ده أنت هتتشحول في أولى ثانوي. يبقى محيط الدايرة 2 باي نق أو باي في القطر، ومساحة الدايرة باي نق تربيع. طب يعني إيه الفرق بين محيط الدايرة ومساحة الدايرة؟ محيط الدايرة خلي بالك بقى عشان دي حتة جوهرية قوي. محيط الدايرة يعني طول الخط الأسود ده. طول الخط الأسود ده محيط الدايرة، هو طول الخط الخارجي. الخط الكيرف ده هو ده معنى كلمة محيط الدايرة. هو ده محيط الدايره. اما مساحه الدايره هو الايه؟ البتاع الجزء الابيض ده اللي هو الازرق اللي انا بلونه باللون الازرق ده، ده كل ده، ده كل ده، كل ده، ده مساحه الدايره. وهقول لك مثال بسيط برضو من الحياه، انت دلوقتي لو انت عايز تبلط الاوضه او تبلط الشقه،
فطبعا انت هتبلط، هل يا ترى هتبلط الحته اللي عند الحوائط بس، ولا الاوضه كلها في الوسط؟ الاوضه كلها بالمساحه، هي دي اسمها المساحه، الحته اللي في الوسط دي اسمها المساحه. فعشان كده انت بتجيب المساحه، بتجيب الراجل الصنايعي بيجي يعمل، انا بقول ايه؟ المهم نخلص. يبقى هنا محيط الدايره بيقول 2 باي نق، ومساحه الدايره بيقول لي باي نق تربيع. طب تمام، انا كده خلاص ماشي، عرفت كده. تعالى بقى ناخد بقى الحته المهمه الجوهريه في الدرس ده علشان نقدر نعرف نحل. طبعا القانونين دولت مهمين جدا عشان هنعرف نحل دلوقتي بيهم في مسائل جيت في الامتحانات قبل كده. طيب ايه هي بقى المعلومه المهمه قوي؟ انا بقول لك اهوت اداه دايره ماشي، وجي قال لك لو انا رسمت لك وتر، جه رسم وتر هنا، سمى مثلا ألف باء، وهنا مركز الدايرة، وأنا جيت رسمت لك يا عم الحاج عمودي كده، عمودي، إيه اللي حصل؟ حصل حاجات كتيرة قوي. لما يكون هوت، لما يكون في خط أو قطعة مستقيمة أو نصف القطر، عمودي على وتر، عمودي على وتر، هستفاد ايه؟ هتستفاد لما يكون في خط مستقيم او قطعة مستقيمة او نصف القطر اللي جاي من عند مركز الدايرة ده، عمودي على الوتر ده، هستفاد ان هيكون هينصف الوتر ده، هينصف الوتر ده. مثلا هنقول ان هو عمودي عليه في النقطة دال، فهنقول هنا ان الالف دال هتساوي الدال باء، فهتكون هنا ميم دال، ما دام ميم دال عمودي على الالف باء، هتستفاد ان الدال هتكون منتصف الالف باء، الدال هتكون منتصف الالف باء، قسمها نصين، وفي نفس الوقت ان قياس زاويه الدال ديت ب 90 درجه، يعني عمودي عليها، ده معروفه. يبقى تاني لما يكون في خط مستقيم او قطعه مستقيمه او القطر او نصف القطر بتاع الدايره جاي من عند مركز الدايره، عمودي على وتر، قال لك هنا عمودي على وتر، عمودي على وتر، هينصف الوتر ده، هينصف الوتر ده، وهتكون قياس الزاويه دي ب 90 درجه. هو ده القاعده. طبعا احنا مش هنتطرق لحفظ القوانين، حفظ النظريات والنتائج والحاجات ديت، لان انا عايزك تفهم الحفظ ده بعدين، انا مش هضيع وقت الفيديو في الحفظ، لان الحفظ ده انت ممكن في اي وقت تلمه، وطبعا انت لما تفهم من هنا هتعرف تحفظه بسرعه، عكس ما انك تحفظه وانت اصلا مش فاهمه، عكس ان بتحفظه ومش فاهمه. طب لو جه قال لك مثلا لو كان الدال منتصف الالف باء، شوف جاب لك العكس، اذا كان مثلا الدال دي منتصف الالف باء، هنستفاد ايه؟ هنستفاد ان ميم دال ده عمودي على الالف باء، يبقى كده بيعكسها لك، يبقى هنا العكس صحيح. لما يكون هي عمودي يبقى هينصف الوتر، لما يكون الوتر منصف، لما مثلا الدال منتصف الالف باء، معنى كده ان الميم دال ده عمودي، ميم دال ده عمودي. تعالى كده نبتدي نحل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بيقول لي اذا كان طول نصف قطر دايره مركزها ميم، اذا كان طول نصف قطر دايره مركزها ميم يساوي 3 سم، فين محيطها؟ محيط الدايره 2 باي نق، 2 في الباي في النق، الباي طبعا مش هتعوض عنه، لو هو جايب لي اصلا هنا في الاختيارات باي، يبقى بدلاله باي يعني، يبقى مش هتعوض عنها، يبقى 2 في نق، الاثنين في نص القطر، نص القطر ب 3، يبقى 2 في 3 بكام؟ ب 6، ب 6 باي، اوعى تنسى 6 باي، لان احنا قلنا مش هنعوض عن الباي بدلاله باي، هيبقى 6 باي. طب هنا السؤال الثاني بيقول لي اذا كان طول قطر دايره مركزها ميم يساوي 11 سم، خلي بالك قال لك القطر، لازم تخلي بالك من السؤال، ومره في مره هتعرف تحل، مره في مره بتعرف تحل، هتغلط كتير، لازم تغلط عشان تعرف تحل. اذا كان طول قطر الدايره مركزها ميم يساوي 11 سم، فين محيطها؟ هو محيط الدايره بيقول لي ايه؟ باي في القطر، برضو مش هتعوض عن الباي، الباي هنا ب 11 في القطر، الباي بقى اسف اللهم صل على رسول الله، الباي ب 22 سبعة مش هنعوض عنها في القطر اللي هو كام؟ ب 11، يبقى باي في 11 ب 11 باي، 11 باي. طيب دايره مركزها نقطه الاصل، دايره مركزها نقطه الاصل وطول نص قطرها 9 سم، دايره اهي مركزها نقطه الاصل اللي هي مركزها مركز نقطه الاصل اللي هي نقطه الاصل على الشبكه التربيعيه اللي هي صفر وصفر، اللي هي صفر وصفر، شوف دايره مركزها نقطه الاصل، عرفت يعني ايه نقطه الاصل؟ اصل في طلبه لحد الان ما تعرفش يعني ايه نقطه الاصل، اللي هي عند الشبكه التربيعيه ديت اللي هي المحداث بتاعها صفر وصفر، وطول نص القطر بتاعها
يبقى دي احنا قلنا ده 0 0 وقلنا نص القطر بتاعها ب 9 سم، ماشي. عايز ايه؟ فاي النقط الاتيه لا تنتمي للدايره، اي نقطه من دولت من الاختيارات مش تبع الدايره. يعني ايه؟ يعني ممكن تكون اقل من طول نص القطر او ممكن تكون اعلى من نص القطر. برضو ما فهمتش اللي هو بصراحه كده من الاخر، انك هتلاقي المسافه 9 سم، اطرح دولت من بعض 9 ناقص 0 يا 9، يبقى دي معانا، لان هو اصلا نص القطر 9 وسالب 9 مع 0 برضو يديني 9. سيبك من الاشارات، 9 ناقص 0 برضو 9 و9 برضو ناقص 0 برضو 9، يبقى دي معانا. هي دي 9 ناقص 0 هتديني 0، مش تبعنا. معناه ما ينفعش تحل كده، بس انا بقول لك ده ابسط حل ليها، مش تبعنا، مش تبعنا. يبقى 9 و9 دي، لان دي هتطلع رقم اكبر من 9 سم. خلاص، تاني الحته دي، تاني الحته دي. قال لي مركزها نقطه الاصل، مركزها نقطه الاصل. هي المفروض تتحل ازاي؟ هربع دي وربع دي واجمعهم، هربع دي وربع دي واجمعهم واخد الجذر. ده معنى الكلام، صفر في صفر بصفر، 9 في 9 ب 81، خد الجذر للتسعه لل 81 يديك 9، دي معانا. تمام، صفر في صفر، هربع دي وربع دي واجمع واخد الجذر، دي معانا. ودي برده نفس الشيء، هتيجي تبص هتلاقي ديت مطلع لك كام؟ هتيجي تبص هتلاقي دي 81 زائد 81 هتلاقي مطلع لك 162، هتاخد لها الجذر تطلع لك رقم كبير. فهي ديت اللي مش تبع الدايره. مساحه الدايره ميم لا تطول نص قطرها 3 سم. مساحه الدايره ميم اللي نص قطرها 3 سم، معلش عايز ايه؟ قال يساوي تقريبا، وجايب هنا علامه الباي، يبقى 3 و14 من 100، 3 و14 من 100 في مساحه الدايره، بقول باي فنك فنك او باي نك تربيع، يعني 3 ديت اس 2 يبقى 9، يبقى 3 و14 100 في 9، وهتطلع انت الناتج. طلع انت الايه؟ الناتج. تمام. هنا بيقول لي دايره مركزها نقطه الاصل وطول نص قطرها 3 وحدات، فاي نقطه الاتيه تنتمي للدايره دي بالظبط، عامله زي اللي فوقها اللي هي بتاعت الـ دي برضو، حتى موجوده في كتاب مدرسه. دايره مركزها نقطه الاصل 0 و0 وطول نص قطرها 3 وحدات، من اللي هنا اي نقطه الاتيه تنتمي للدايره دي، من هنا اللي بقى اللي معانا اللي تبع الدايره، من هنا اللي تبع الدايره. هنربع دي ونربع دي ونجمع وناخد الجذر، هنربع دي ونربع دي ونجمع وناخد الجذر. تعالى كده، 2 في 2 ب 4، جذر 5 في جذر 5 يديني 5، اجمع يديني 9، خد الجذر 3. هي دي، لانها طلعت 3 وحدات، لانها طلعت 3 وحدات. تاني اربع دي واربع دي واجمع واخد الايه؟ الجذر. اربع دي واربع دي، يعني اربع، اضرب في نفسها مرتين، اضرب في نفس الرقم في نفسه مرتين، 2 في 2 ب 4، جذر 5 في جذر 5 يديني 5، 4 زائد 5 9، خد الجذر. يا نهار ابيض، كل ده عشان المساله دي؟ ايوه. مسألتين وراهم برضو كده، بيقول لي عدد محاور تماثل الدايرة، عدد لا نهائي، قلنا عدد لا نهائي، والأقطار برضو نفس الشيء، عدد لا نهائي. ولو جاء لك عدد محاور تماثل نصف الدايرة، واحد. إذا كانت ميم هي مركز الدايرة، فإن محور تماثل لهذه الدايرة هنا اللي قدامك دي، محور التماثل يعني اللي عدى من عند مركز الدايرة، اللي عدى من عند مركز الدايرة هيكون مين؟ الألف باء. هيكون مين؟ طب الألف باء ني، الألف باء ني، ركز مع بعض كده، الألف باء ديت ولا الدال ديت؟ اللي هي الالف نمره جيم ولا نمره دال؟ هتبقى طبعا نمره دال، الف نمره دال، هتكون ايه؟ نمره دال، عشان ده ايه؟ هو عامل هنا شعاع وخط مستقيم. اذا كانت مساحه الدايره 88 سنتيمتر مربع، فان طول قطرها، طول قطر هو جايب لي مساحه الدايره، عايز هنا طول القطر. اكتب قانون مساحه الدايره وثواب الرقم اللي جابهولي. مساحه الدايره باي نق تربيع، وثواب الرقم اللي جابه لي، جاب لي هنا الباي. شوف، ركز معايا، ركز معايا، الباي دي ب 22 على 7 في نق تربيع بتساوي 88. الرقم ده اهو هتوديك الجهه الثانيه، بس بقى بالمعكوس الضربي، بدل ما هي 22 على 7 تخليها ب 7 على 22. هتخليها بكام؟ ب 7 على 22، يبقى نق تربيع بتساوي 88 في 7 على ال 22. يبقى نقطة التربيع بتساوي، هتيجي 8 ال 88 على 22 فال 4، 4 في 7 28. طبعا لازم ناخد الجذر التربيعي، لازم ناخد الجذر، اقول له باخذ الجذر التربيعي، يبقى نقطة بتساوي ال 28 ديت عبارة عن ال 4 في 7، يعني ناخد لها الجذر على الحاسبة هتلاقي طالع لك 2 جذر 7، 2 جذر 7، فهيكون الناتج ده. السؤال اللي وراه ده جميل قوي قوي، بيقول لك الشكل ده ربع دايرة مركزها مين؟ أنا هكبر بس عشان إيه نشوف
هيبقى الحل ازاي؟ بيقول لك في الشكل المقابل ده ربع دايره، دايره مركزها ميم، هو ده، ده المركز ميم، رسم بداخله مستطيل، ده المستطيل ده، ميم ألف دي بستة سنتي، الميم ألف دي بستة سنتي، ماشي؟ يبقى ميم ألف دي ستة سنتي. عايز طول الجيم هاء، عايز طول الجيم هاء. السؤال حلو قوي. طبعا هو قال لك هنا مستطيل، والمستطيل معروف عنه ان الاقطار بتاعته متساويه، معروف عن المستطيل ان اقطاره متساويه في الطول، ماشي. استفدت ايه؟ استفدت كتير. ليه؟ لو احنا وصلنا الميم دال، يبقى ده كده، ده ايه في الدايره، ده يعتبر ايه في الدايره؟ اهو خط جاي من عند مركز الدايره وراح عند الايه، والنقطه بتاعته عند الدايره، يبقى ده نص قطر. قشطه، قوي، كويس قوي. يبقى ده ايه؟ نص قطر. طب من ميم الف ده يا معلم برضه نص قطر. صدق باينه قوي. ميم الف ده برضه ايه؟ ما هي نص قطر، وده برضه نص قطر، وانصاف له اكتر متساوي في الطول. قال لك دي بستة، يبقى ده برضه بستة. شفت؟ جميله المساله. هي مش صعبه، بس هي بتعتمد على قوه الملاحظه. هنا بيقول لك برضه ان الزاويه دي ب 90، والف ميم دال ب، الف ميم دال ب 30، الف ميم دال دي ب 30 درجه. وقال لك انا عايز طول جيم دال، كل ده نمسح الحته دي، قال انا عايز طول الجيم دال اللي هو الايه، كل ده، ماشي. وقال لك ان الجيم ها عمود على الالف باء، هي دي اللي انا عايزها، الجيم ها عمود على الالف باء. حلو قوي الحته دي. وقال لك ان الالف باء ب 4 سنتي، دي ب 4 سنتي. احنا كنا خدنا نظريه في ثانيه اعدادي، لما يكون عندك مثلث قائم زي ده مثلا كده ب 90 درجه، وفي زاويه هنا ب 30، الضلع المقابل ده بيساوي نص الوتر، الضلع المقابل ده بيساوي نص الوتر ده. طب فين الزاويه 30؟ ادي اهو الضلع المقابل هو ده، هيساوي نص الوتر، نص الايه؟ الوتر. طب تمام، هو عايز طول الجيم دال، هو عايز طول الجيم دال. وقال لك ان الالف باء، معلش اسف انا كتبت ان الالف باء ب 4 سنتي غلط، الالف باء هنا ب 4 سنتي، اللي هي الالف باء دي كلها على بعضها. طبعا لما يقول لي ده عمودي يبقى اكيد الهاء منتصف، يبقى كده الهاء منتصف، يبقى ده الحته دي قد الحته دي، يعني ده ب 2 وده برده ب 2 سنتي. طيب احنا كنا خدنا نظريه في المثلث القائم لما يكون الزاويه الضلع المقابل للزاويه اللي ب 30 درجه بيساوي نص طول وتر. طب ادي 30، الضلع المقابل اهو 2، يبقى الوتر كام؟ يبقى الضعف قد مرتين ب 4، فهتبقى كام؟ 4 سنتي. يبقى طول الجيم دال بكام؟ ب 4 سنتي. لا طبعا غلط. ليه؟ ده نص القطر. اللي انا طلعته ده الميم الف ده نص قطر 4 سنتي. طب هو عايز ايه؟ عايز الجيم دال، الجيم دال ده كله على بعضها اللي هو القطر. طبعا القطر قد نص القطر مرتين، يبقى 4 و4 يديني كام؟ 8 سنتي. يبقى 4 و4 كام؟ 8 سنتي. تعالى بقى نخش في الاسئله اللي فيها افكار. هتقول يا مستر طب انا عايز الوقت اتعلم ازاي احل مساله برهان. لا مش بص، عايز انا عايز اقول لك على حاجه، ما ينفعش ان تحل وقت مساله برهان. انت دلوقتي تاخد افكارك تعرف تحل تطلع نتائج، بعد كده مساله برهان ديت والخطوات دي بعدين. ولو في حد جه قال لك لازم تحل برهان دلوقتي وما اعرفش ايه والواجب الحصه جايه يجيب برهان، يبقى ده في الفاضي، ده كده انت بتتعقد من الماده. انت الاول لازم تعرف ازاي تحل مشاكل ومسائل وتطلع النتائج وما اعرفش ايه، انت اصلا من تلقائك بعد كده بعد ما تاخد افكار مسائل كتيره هتعرف تحل مسائل برهان. اما على طول كده مسائل برهان وبما ان واذا وما اعرفش ايه، هتتعقد من الماده دي. انا بقول لك اهو دي نصيحه، امشي على كده ومالكش دعوه بحد، مالكش دعوه بحد، انت تحل وتطلع نتائج وتطلع ارقامك ومن غير برهان، وتخش في الدرس الثاني برضو نفس الشيء. شوف انا بقول لك اهو بنفس الشيء، انت لما تحل مسائل كتيره هتيجي تبص هتلاقي نفسك اصلا بتكتب برهان. انت دلوقتي عندك مشكله ولازم تحلها، اللي هي ايه؟ قال لك مثلا اوجد كذا، قياس كذا، طول كذا، ما اعرفش، هي دي المشكله، حلها، طلعتها، قشطه اهو كده. عامل بالظبط لما اقول لك ايه؟ الله انت عامل اللوحه دي ازاي؟ فانت بتشرح لي. هي كده. هنا بيقول لك ركز بقى في الكلام ده، هنا بيقول لك انا عايز قياس زاويه السين. بكام درجه؟ انت لو جيت تلاحظ بقى خلي بالك ان الميم الف دي بتساوي الميم باء. يعني معنى كده ان ده انصاف اقطار، ايوه، وفي مثلث، ايوه، يبقى مثلث متساوي الساقين، مثلث متساوي الساقين، يبقى الزاويه دي مؤلف دي بتساوي قياس الزاويه بقى اللي هي ب 40 درجه، يعني دي ب 40، دي برده ب 40، يبقى قياس الزاويه السين بكام بقى؟ طبعا احنا عارفين ان المثلث كله على بعضه ب 180 درجه،
دي ب 40، دي برضه ب 40، يبقى الزاويه الثالثه دي بكام؟ اجمعهم واطرحهم 180 درجه، اجمعهم واطرحهم 180 هديك بكام؟ دي ب 100، هديك دي بكام؟ ب 100 درجه. طيب تعالى بقى المساله اللي بعديها، ايه الدايره دي؟ ايه الحلقه دي؟ دي معنى كده انها زاويه منعكسه ب 360 درجه، الزاويه منعكسه ب 360 درجه. طب انا عايز اللي جوه، هتقول 360 ناقص ال 220 هيديك ب 140، يبقى دي ب 140 درجه، يبقى دي ب 140 درجه. وطبعا ده برضو نفس الشيء، الميم الف دي بتساوي الميم باء، يبقى كده مثلث متساوي الساقين، يعني الزاويه دي قد الزاويه دي، هو عايز كده زاويه الساق. قلنا ان المثلث كله على بعضه 180 درجه، يبقى ال 180 ناقص ال 140 الزاويه دي من مركز الدايره دي ب 140، يبقى 180 ناقص ال 140 يتفضل لك كام؟ 40. يبقى الصاد ب 40. لا ليه؟ لان ال 40 دي مش بتاعت الصاد لوحدها بس، او مش بتاعت الالف لوحدها، ده بتاعت الاثنين دولت، ده بتاعت الاثنين دول، مش ده مثلث مساوي الساقين، اتنين توأو، اتنين توأو، يبقى كل واحدة ب 20، كل واحدة ب 20 درجة. خلي بالك، خلي بالك. طيب اللي بعديها قال لك خلي بالك، هنا في المسألة اللي بعديها الألف د بيساوي د ميم، الألف د بيساوي د ميم، تمام. أنا عايز قياس زاوية السين وقياس زاوية الصاد. جاب لك هنا، جاب لك هنا إن الزاوية ديت ب 27 درجة، يبقى ده مثلث متساوي الساقين، الزاويه دي ب 27، يبقى اللي جنبها دي برضو بكام؟ ب 27. طب ما اعرفش اطلع الدال اللي هي الزاويه الثالثه بتاعتهم دي، اعرف يبقى 27 مع ال 27 يديني 54، اطرح ال 180 من ال 54 يديني كام؟ يديني 126 درجه، يديني كام؟ 126 درجه، يبقى الزاويه الدال ديت ب 126 درجه. وبتتحل بطريقه تانية بس انا ما بحبهاش، يعني مش وقته في الدرس الاول، مش وقته في الدرس الاول، يعني ما بحبش اعقد الدنيا كده في الدرس الاول. طب بعدين ماشي خلاص، احنا طلعنا الدال ديت، طب وبعدين؟ طب انا عايز السين اللي جنبيها، احنا قلنا ان الالف والدال والهاء دي على استقامه واحده، الالف والدال والهاء على استقامه واحده، ده شغل بقى تاني اعدادي واولى اعدادي. الالف والدال والهاء على استقامه واحده يعني بتساوي 180 درجه، وتخلي بالك المعلومه دي لانها هتحتاجها كتير قوي، كلمه على استقامه واحده ديت. هتقول هنا بما ان الالف والدال والهاء على استقامه واحده بيساوي 180 درجه، يبقى الزاويه اللي جنبها دي بكام؟ يبقى 180 ناقص ال 126 هيديك برضو بكام؟ ب 54، هيديك بكام؟ ب 54 درجه. يبقى هنا السين ب 54، تمام، السين دي ب 54. طب انا عايز الصاد، لو جيت تلاحظ برضو يا حبيبي ان الميم دال ديت برضو نص قطر، ماشي، والميم هاء دي برضو نص قطر، وانصاف الاقطار متساويه في القياس في الطول، يعني الضلع ميم سين ميم دال بتساوي ميم هاء، يعني الزاويه دي السين دي هتساوي الزاويه الهاء دي برضو ب 54 درجه، ب 54 درجه. يبقى ده 54 وده 54 وده مثلث كله على بعضه 180 درجه، معرفش اطلع الزاويه اللي هو طالبها دي، اجمعهم واطرحهم من كام؟ من 180.